بالنسبة ليلة النجوم كانت فكرة ديال أننا تخواز أكس تخيز أمبورتون اللي فيها أولا نرفعوا بالمستوى ديال الفنان المغربي خصوصا الممثل ممثل خصنا نزلوا بالمستوى ديال الممثل المغربي أننا صرنا اليوم دي تروفي أفيك بيان سور إن أنفلوب باش تشجعوا أحسن ممثل وأحسن ممثلة خدينا من كل تلفزيون خدينا من المسلسل وتيلي فيلم وخدينا فيلم سينمائي واختارينا احسن ممثل احسن ممثله من 2013 كانوا سته يعني خداو تروفي اللي صوبوا لنا صحبي كي تاع سكولتور تونسيان ولا مغربي دابا اللي عنده اكثر من 40 عام وعايش في المغرب والفنان شاب ان تروفي اللي كاين سي دي نوفر ارتستيك وفي نفس الوقت عنده ان بري وكذلك النقص الثاني هو لقاء ديال الفنانه مع رجال الاعمال لاننا بعنا دي طام والناس جاو حضروا معنا وكان عشاء والناس جاو في اي بي وتلاقوا مع الفنانه يعني يقدروا يخلقوا سكون ابل تبادل تجاري يعني نقدر نعطي دي بروبوزيسيون ديال رجل الاعمال لان رجل الاعمال قليل فين كيتلاقى مع الفنان ولاكس تالت هو لاكس سوسيال اننا حاولنا نديرو ديزاكسيون سوسيال عاوننا بعض الناس اللي كانوا في واحد الحاجه الماسه اما السكن اما دافع عاوننا واحد شي ثلاثه ولا اربعه ديال الممثلين اللي عاوناهم وجوج ديال الممثلات قدرنا نوفروا لهم سكن لائق بهم هذا بالنسبة لليلة النجوم والحمد لله ربي سهل لأن لقات نجاح كبير عباد الله عاشوا بالحال كاين بعض الفنانين اللي جاو ساهموا بغوش يتخلصوا بحال عبد الله التكري فاطمة زهراء العروسي طه طاهور عبد الرحيم السويري هذو كلهم قال لك حنا بغينا بحال هذا النوع ديال والفضل بطبيعة الحال في رجعة لي سبونسور ديالهم اللي تعاونوا معنا الله يجازيهم بخير راسيهم مارك كولتور اللي مغربي الثقافات اللي كانوا واحد ما كنتش نتطلع منهم انهم انا كنت كنكون نشوفهم دائما غير في الموازين وفي ولكن مني عرفوا بالمشروع وهذا لقيت كاين واحد الاقبال انهم مستعدين يعاونوا الممثل المغربي ويعاونوا الثقافه المغرب خصوصا ان الرئيس ديالنا اللي هو سيمون المجدي كان متبع الحفل من قبل البدايه ديالو هو تيقول لك فين وصلتوا اش درتوا اش ما عملتوا فين وصلتوا على طريق رئيس المنتدب اللي هو السي روجني اللي كان ديريكتور ديال المسرح قبل وحضروا معنا وكانوا من الناس اللي مشجعين على الفكره هذه فالهدف من هاد لاميدي ستار اللي بغينا نديروا هو ان السنه المقبله ان شاء الله نرجعوها المانيفيستاسيون في الدار البيضاء كبيره اننا نديروها عالميه ما نديروهاش عالميه عن طريق فرنسا ولا غتكون عربيه افريقيه ونحاولوا نشاركوا التلفزيونات وليشان افريكان وماروكي وعرب باش يجيو تعملوا في المسلسلات ديالهم ونحاولوا يكون واحد عاوتاني شكل اخر ونتمنى من الله ان هاد المحتضنين يتعاونوا معنا باش نمشيو بعيد ونديروا مشروع اخر اللي هو مشروع اجتماعي اهم انا الغرض ديالي هو بغيت نسكن الفنان المغاربه كلهم اذا كان ممكن